ساكم يابا، شو الاخبار؟ والله يا ابوي المتابعين قاعدين بيطالبوني، شو اسمه، بدهم وصفة. فشو رايك تعمل لنا جوردون بلو اليوم، تعمل لنا اياها وتفرجيهم الطريقة؟ بينفع؟ صبابة، يوميات شيف الحلقة الثالثة، تابعونا. اول اشي بكون فيه بحط ال اول شيء الباذنجان، خلينا احطه بالفرن لاني راح احتاجه، مو مش بحاجه له للحشوه، اما في له لقدام رايحين نحتاجه للوجبه. مكونات الحشوه هي فلفل احمر، فلفل اخضر، عندنا فقع، عندنا بصل كمان وجزر وكمان تيرد، يعني تيرد تقدر تقول اشي من بشابه السبانخ. بعد ما قطعنا البصل هسه بنقطع الفقع عشان نضيفه. طبعا نجيب الفلفل، نقطع الفلفل شرائح عشان نضيفه للحشوة اللي قاعدين نحضر فيها. نحط الفلفل، طبعا نضيف، بنخلي التارد لاخر مرحله للتمرين. طبعا بنضيف معلقه تومه مطحونه اللي طحناها قبل يعني. نقطع التارد، نقطعه بهذا الشكل مش ناعم مشان نقدر نستفيد منه ويحافظ على مكوناته. جاهز اخر مرحلة، طبعا بنحط التارد اللي هو زي السبانخ زي ما قلنا، وبنخلطهن بنخلطهن منيح. طبعا خلصنا الحشوة، هسه بنحطها على جنب مشان تبرد مشان نقدر نستعملها. هاي حبة كولورابي مكشرة، كشرتها انا كولورابي، قطعها اصابع زي هيك. طبعا نفس الاشي الجزر زي الكولورابي، نحاول نقطع أصابع زي هيك. سم لقدام، تعرفوا ليش، شو الهدف من هذا الاشي؟ نحط الجزر والكولورابي في المية على أساس نطبخهم شوية على أساس يطري. طبعا هسه بنجيب الكولورابي والجزر اللي سلقناه في المية مشان نعمله مع طنبورة الصينية. هسه بدنا نبدأ طبعا نحضر السلطة، لأنه أي أكلة بدها سلطة. بدنا نعمل اليوم سلطة جرجير، بدنا ندلع شاهد سلطة جرجير، وبدنا
جمبا، فجل مكشر، بندورة شيري، بدنا نباتيم وأشياء من الحبوب. أنا أخذت طبعا عدس. طبعا هذا الباذنجان اللي حطيناه بالفرن قلنا لكم فيه له وظيفة خاصة. هسا بنبدأ كشر فيه مشان أعمل منه كريم باذنجان. طبعا بنجيب صدر الدجاج أو شو بنظبطه بنرتبه أشياء الفيليه من كيمو، كيم الفيليه منه عشان نحن نشيل حاجة له. صدر الدجاج بنعمل زي جيبة هيك في الصدر نفسه مشان نحط الحشوة من فيه. نعمل زي جيبة هيك عشان نقدر نحشيه بالليل. جيبة زي هيك. بعد ما خلصنا تحضير الحشوة هسا بنحضر للحزاعوف لصدر الدجاج. بنحتاج لفتات خبز، بنحتاج لطحين، وبنحتاج لأربع بيضات. طبعا أنا بضيف لهم هذول، بضيف لهم شوية خردل، معلقة واحدة بس، بحط شوية ليمون. وبخلطهم. طيب بناخذ الحزاعوف أول شيء. بناخذ الحشوة هاي. بنعبي. نحشيها. طبعا بشكل منيح على أساس إنه الطعم تاخذ طعمتها. نسكرها منيح منيح. طبعا احنا وصلنا في المرحلة النهائية واجى الوقت اللي نبني الوجبة، يعني نحط الاشياء اللي سويناها بالصحن نرتبها ونظبطها عشان نغذي الشباب. اهلا شباب وصبايا، بتمنى انكم حبيتوا الحلقة. طبعا تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب اهم شيء. وحب اقول لكم سر صغير، الحلقة الجاية راح تبقى نار 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 نار. تعرفوا ليش؟ مش راح يبقى فيها اشياء شبيهة باللي هسه رايحين تشوفوها. سلام.